بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، ومرحبا بكم معايا فيديو جديد من منطقة جديدة من مناطق مغربنا الحبيب. غادي نفتتح لكم سلسلة من الشواطئ اللي كتخصص البحر الابيض المتوسط. انطلاقة غادي تكون من مدينة طنجة وصولا الى السعيدية، وهذا الشاطئ ديال وادلا هو اللي غادي نفتتح به سلسلة اللي هو احد اجمل شواطئ البحر الابيض المتوسط واللي كيقصدوه المصطفين المغاربة بكثرة. وبسم الله نبدأ. كتوقع واد لاو في شمال المغرب على ساحل البحر الابيض المتوسط، واللي هي قريبه من مدينتين الرئيسيتين تطوان وشفشاون، وتسمات واد لاو نظرا للنهر اللي كيحمل نفس الاسم واللي المصدر ديالو سلسله جبال الريف قرب مدينه شفشاون. كتعتبر وجهه للسياح المغاربه والاجانب للتمتع بالساحل الازرق الساحر اللي كيتميز بنقاوه وجوده المياه، وكذلك الرمال الذهبية اللي كيخليه يتصنف ضمن أجود الشواطئ المغربية. وفي هذا الفيديو غادي نحاول نمدكم جميع المعلومات اللي كيحتاجها الواحد ملي يجي لواد لاو. وأول حاجة كيسولوا عليها الناس هي الكراء، غادي نخليكم مع السيد اللي كيكري الديور وكذلك رقم الهاتف ديالو. معكم من واد لاو سي محمد. سي محمد مرحبا بينا عندكم مدينة واد لاو. هذا هو التيشيرت ديالو منازل الكراء اللي بغا يكري هنا في واد لاو. شنو تقول لنا على الكراء سي محمد؟ الكراء عام مزيان، المنطقة ديالنا واد لاو على مزيانة. الأثمنة تقريبا منين كترا؟ دابا الأثمنة دابا 200 درهم وفي شهر 7 أو 600 درهم طلع حتى 150 أفر. 1500 درهم. عندنا فيلا تربحة، عندنا ديالة بحا مزيونين، في ويفي ديالهم، في لابادورة ديالهم. هاك السي مزيان موطاس، يعني داكشي نقي العائلات القهوة مزيانة، القهوة شي حاجة حمر وجا. إيوا صافي، هذا السي محمد، ها هو الرقم ديالو محمد شرودي هنايا في شاطئ واد لاو. شكرا سي محمد، صحة يعطيك الله العافية، مرحبا بينا عندكم في واد لاو. شكرا. هادي هي الدار مكلا لنا السيد كما كتشوفوا، الدخلة ديالها هي هادي، الأول ديالها كاين هاد المريح، الطابله مضويه هنا على الضوايه هي من فوق. هنايا كاين الدوش، الدوش هنا كبير مسخون، شوفو كلشي هنا. الدوش هنايا بواليط، من بعد ما عندو التلفازه هنا كلشي. بعد كاين هاد الصالون هنايا، هادو الصالون هنايا صغيور، هي الطابله كلشي. الدار نقيه تبارك الله. بعد كاين هاد بيت النعاس هنايا، هو ناموسيه مريحه الصراحه، كما ديالها مريحه. من بعد ما شفتوها هي من جهه اخرى، هنا الكوزينه، كوزينة كبيرة تبارك الله، دار بحرية اللي غي بحر. شوفوا هنا لاكار، المواعن كاع داكشي اللي غيحتاج الواحد، بوطاجي باش طيب، كاع التباصل داكشي اللي غيحتاج الواحد في البحر. شوفوا ها هو، شوفوا هو خدام شاعل، الدوش كاع
كاين ثلاجة، ثلاجة تبارك الله كبيرة، دير فيها داكشي ديالك بارد. هاد الدار حاليا كراهنا ب 200 درهم حاليا، انا كنقول لكم دابا شهر 6 هنا فهاد لاو كيتوفر كلشي لا السوق المركزي فيه كاع داكشي اللي كيحتاج الواحد، جا في السنتر ديال واد لاو فيه كاع اي حاجه يحتاج الواحد، خضره لحم اي حاجه، السوق معروف في السنتر حدا الباركينغ. الساحه المشهوره في واد لاو حتى المارشينيت والمسجد الكبير اللي كاين تقريبا، هو المسجد الوحيد اللي كاين هنا جا في السنتر. الساحه هذه راجع تقريبا حدا الباشوي ديال واد لاو، والسوق هو هنايا الساحه. هنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دايرين واحد الصف هنا بالنسبة للناس اللي كيبيعوا الخبز، هما جاو هنا في هذا الصف، يعني راه كلشي متوفر، أي حاجة احتاجها الواحد في واد لاو. هنا الصف ديال واد لاو والصف ديال الماكلة كلشي كاين متوفر. من واد لاو طبعا اهم حاجه كاينه هي الحوت، كلشي متوفر. هنا الطواجن، الطواجن الغروم، الغروم شطون، شطون كاين الطواجن حتى هو الفرخ، الفرخ رايا ايه با با رايا. انا سيد مطعم بقالي سعاده، مرحبا بكم عند السيد البقالي. مرحبا بك سيدي، راه عبود الله راك كاين كلشي متوفر، شي لاخر اي حاجه، المهم كاين طواجن، كاين فريتوره ديال الحوت، بارك الله الخيرات. شي مزيان دجاج، ناس الشوايه، الشوايه تاع السيرفيس تاع الحمار فاكوس بيتزا، كلشي متوفر. هيا مطعم السعاده. مرحبا سيدي، مرحبا بك، الله راك الشارع هذا ديريكت. هاي الكورنيش ديال واد لاو اللي فيه المطاعم، فيه كل شيء، مطعم سعاد البقالي، هنا المقاهي، وكيبقى شاطئ واد لاو من أجمل الشواطئ. هنايا الجماعة ديال الواد لاو الشاطئ، هما كاتبين لك هنايا جميع معدات الشاطئ موضوعة، هنا إشارتكم مصطفي مجانا غاتويت. بالنسبة للدوشات، بالنسبة لهاد الباراسول اللي دايرين، هادشي مجانا. هنا واحد الفضاء فيه المكتبة الشاطئية، بحال كيديروا إذاعة شاطئية هنايا وكيديروا الأنشطة. الكورنيش دي الساحة كبيرة، هنا كيديروا بزاف ديال الأنشطة كتكون، كان شي مهرجان راجل مش حاجة كيدير في هاد الساحة، إضافة إلى الكورنيش اللي هو طويل. صراحة الشاطئ نقي، الرملة ديالو نقية. كما أن شاطئ واد لاو راه دايرين بلاكة ديالنا شاطئ محروس لطرف السباحين، كيبدا من 8 صباحا حتى 7 د العشية، كاينين السباحين. بالنسبة للولوجية في الشاطئ راه كاين دايرين هاد الخشب اللي كيدخل، الشاطئ تمت النقية ديالو والكورنيش نقي، دايرين الممر ديال خاص بذوي الاحتياجات الخاصة دايرين اليوم المهبط.
او الدروج بالنسبه للولوجيه ديال الشاطئ. هنايا كاين كاين الدوش، كاين الغيط، الامكان ديال الازبال، كلشي منقي، كلشي مصاوب، كورنيش نقي، كورنيش هنا باللي كيكون عامر. هنا هي شاطئ وادلا، كيديروا لك التعليمات للمستحملين كاملين، السباحه محروسه كذا كذا، المهم كيديروا لك جميع المعلومات اللي كتخص الشاطئ هنايا. هو كيدير هنا كاتبين البلاكه ديال الشاطئ، الموسم يستمر من 15 يونيو الى 15 سبتمبر. يقول لك الشاطئ راه حاصل على اللواء الازرق، الحمد لله الشاطئ في البداية. هذه هي المنطقة اللي تقول لك بأنها حاصلة على اللواء الأزرق، هي المنطقة هنا نقية ومحروسة. الملاحظ أن القراصولات بعد أهم حاجة هما دايرينهم بابور، إضافة إلى النقاء ديال كورنيش المدينة اللي كتستعد لاستقبال الزوار. المهم في الشاطئ هو الحفاظ على النظافة. هنا راه دايرين الأكياس في كل بلاصة كتلقاها، هنا دايرين لك كل حاجة، كل جهة ديالهاش، بلاستيك، معلبات، ورق الكرتون، النفايات العضوية. واي واحد جا من المفروض عليه انه يحافظ على النظافه ديال الشاطئ، لان الشاطئ ملك للجميع. كما هو نقي دابا خصو يبقى دائما على طول العام نقي. حاجه زوينه هو انك كتجي معك على الفوطه ديالك، كتجي كتجلس تحت هاد المظلات هادو. يا سلام، حتى هنا كيبان كلشي، الناس احترام، شاطئ محترم. تجي كدوز نهار ديالك عرس العائلات، شاطئ كل واحد شاد تيقارو، ولكن نقي باقي هاد الساعة نقي. نتمنى والله ما نكسبش. مرحبا بكم في واد لاو، هادي أول عومة عندي هاد العام، بسم الله بدينا بها، هي من شاطئ واد لاو. يا سلام، صراحة شاطئ رائع، المدينة نقي، كتعوم خاطرك بلا مواج بلا. بسم الله، هو الشاطئ من وسط المياه. المهم المتعة ديال السباحة من هنا من شاطئ واد لاو، ومرحبا بكم في واد لاو. يا سلام، كل ما غرقتي كل ما كتستمتع بالصفاء والنقاوة ديال المياه. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا في الجهة الأخرى من شاطئ واد لاو، في كاين الآخر ديالو، في كاين ديك الحجرات، البلاصة العشاق الناس اللي كيبغيو يتبلونجاو الحجر. كاين الشاطئ ما شاء الله نقي نظيف. كورنيش طويل ممتد.
الى هنا كتنتهي الرحله ديالنا بشاطئ واد لاو. نتمنى يعجبكم الفيديو، اللي كيشوف الفيديو اول مره يدعمنا بالاشتراك والتشجيع، وخليوا لي شي تعليق باش تزيد تشجعوني نزيد نوريكم باقي طرقات ومناطق مغربينا الحبيب. دابا نخليكم مع لقطات جويه لشاطئ واد لاو.